واحد بيقول هل الخدمة هي الطريق الوحيد إلى الحياة الأبدية؟ الخدمة في مدارس الأحد، فأنا لا أخدم في مدارس الأحد، وأخاف ألا أدخل ملكوت السماوات. لا يا حبيبي، في طرق كثيرة تؤدي إلى الملكوت، ومش ضروري خدمة مدارس الأحد. لما أنت تخدم أفراد عائلتك خدمة روحية، دي توصلك لربنا برضه. ولما تكون قدوة صالحة بحيث تكون خدمة صامتة لزملائك في العمل، دي خدمة برضه توصلك. ولما ما تخدمش خالص ولكن تعيش بقلب نقي امام الله، دي توصلك. يعني مثلا اجيبها لكم جهة العدد، احنا عندنا اكتر من 30,000 خادم مدارس احد في القاهرة. بينما القاهرة الأقباط اللي فيها أكثر من 2,000,000، فهل الباقيين مش يخشوا الملكوت؟ على كلهم في المحاضرة اللي جاية هتكلم عن الموضوع ده بالتفصيل.